التورلي، في مليون طريقة للتورلي وفي مليون مكون ممكن يتحطوا جوه التورلي. هنعمل النهاردة منهم طريقة. عندي هنا بطاطس مكعبات، جزر، فاصوليا خضراء، كوسة، قرع عسلي، بصل، بتنجان، حبهان لورا مستكة، لحمة كباب حلة، ملح، فلفل، ثوم، عصير طماطم، طماطم حلقات، زيت، زبدة، وهنقدمه مع رز بالشعرية أو مع الرز الأبيض اللي احنا عاملينه أو أي حاجة انتوا عايزينها، مفيش مشكلة، مش هنختلف. تمام؟ تمام. سخنا الوك كويس قوي قوي، غسلناها وسخناها كويس قوي قوي. هنحط فيها معلقة زيت. بسم الله. تورلي ممكن يبقى باللحمة وممكن يبقى من غير لحمة، وممكن اللحمة تبقى مفرومة كمان لو حبيته. زيت، مكعبات لحمة، بسم الله. هتاخد التوابل بتاعتك، ملح، فلفل اسود، عايزة حجم عائلي، لورا، حبهان، مستكة، وبعدين زبدة بقى. ما رضيتش احط الزبدة في الاول عشان ما تتحرقش. لحمة، ملح وفلفل، حبهان ومستكة ولورا، زبدة وزيت. وديها بقى فرصتها، مش هتستوي طبعا، لكن عايزاها تاخد لون من كل الاتجاهات الاول. ادي كده ايه اللحمة. ننزل بقى بالثوم، ما رضيتش احطه من الاول عشان ما يتلسوعش. هات بقى اللحمة كده على جنب كلها عشان نبتدي نشوح مش معايا البصل. هبص على الفرن حال. قلب قلب البصل، قلب البصل هنا كده اهو. الله 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 الله. طبعا دي ممكن نوقف على كده وتبقى لحمة بالبصل تحفة ونسويها على كده، بس احنا بقى مش عايزين هنسكت، لا احنا هنعمل تورلي. فهننزل بقى ببقية الايه، الخضروات. ادي البتنجان، الفاصوليا، حطينا القرع، الجزر، الفاصوليا، الكوسة، البتنجان، وبعدين هحط عصير الطماطم او صلصة ومية واسيبهم يستووا. شكرا جزيلا. بس كده.